وكأنها مشاهد انطلاق الثورة في تشرين الأول الماضي، استعادتها تظاهرات العراق حين غصت الساحات والميادين بالمتظاهرين وضجت الشوارع بالهتافات من العاصمة بغداد وحتى البصرة في أقصى الجنوب على امتداد أكثر من 20 مدينة وبلدة. انضمت لها هذه المرة محافظة ديالى مطالبين بإسقاط النظام الفاسد ومؤكدين رفضهم أي مرشح لرئاسة الحكومة من الطبقة السياسية التي جاءت بعد 2003. التصعيد الكبير جاء بعد انتهاء المهلة التي حددتها ساحات التظاهر للاستجابة إلى مطالب الثوار، لكن السلطة واصلت رهانها على استخدام العنف، وهو ما ظهر مع عودة القناصة لاستهداف الناشطين والمتظاهرين في ساحتي التحرير والطيران وعند جسر محمد القاسم ببغداد وفي المحافظات المنتفضة الأخرى. ورغم التهديدات باعتقال كل من يقطع الطرق ويغلق الدوائر الحكومية، نجح المتظاهرون بقطع عشرات الطرق والشوارع الرئيسية في عديد المدن، وأغلقت دوائر ومؤسسات وجامعات ومدارس، وأدى استخدام العنف الحكومي إلى انضمام كوكبة جديدة من المتظاهرين إلى قافلة شهداء الثورة، وجرح أعداد أخرى بالرصاص وقنابل الغاز المحرمة دولياً التي أفرطت قوات الحكومة وميليشياتها في استخدامها فضلاً عن اعتقال العشرات. المتظاهرون أكدوا أنهم سيحاصرون الحقول والشركات النفطية ولن يسمحوا لناقلات النفط والشاحنات الكبيرة التابعة للتجار والمسؤولين بالتوجه إلى بغداد، وهو خيار تصعيدي اتفق عليه الناشطون، ويستثنى من ذلك مرور السيارات التي تحمل الخضار والأدوية والمرضى، مبينين أن هذا الخيار لا يخرج عن الأطر القانونية والأعراف الاحتجاجية المعمول بها في كل العالم. سلطة المنطقة الخضراء لم توقظها كل هذه الأحداث، لكنها استيقظت واهتزت على خبر سقوط 3 صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت محيط السفارة الأمريكية دون وقوع خسائر بشرية، لتخرج بإدانة على لسان رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي، بينما أذهل السلاح السلمي من اعتصامات وإضرابات وقطع طرق أحزاب السلطة بقدر ما أغاظها، لسيما بعد أن عم الشلل مناطق واسعة من وسط وجنوب العراق بانتظار أن يحكم حبل الثورة عقدته على عنق النظام الفاسد.